Je suis Ratap, j'ai 23 ans, je suis membre de Zero Waste Tunisia et du collectif Zéro Déchet. اليوم باش نحكي لكم على موضوع مهم برشا واللي هو ظاهرة التلوث البلاستيكي. البلاستيك يعيش معنا عنده توا 70 سنة وكي يظهر في بالهم بيه حل برشا مشاكل alors que بالعكس لي قاعد يهلك في الايكوسيستم تاعنا من بحوراتنا من غاباتنا من مينا من هوينا. والمشكلة اللي في بالنا اللي في مخاخنا كي نلمو البلاستيك من الشارع ولا من البحر ولا من أي بلاصة il va disparaître et c'est bon ما عادش فما alors que c'est pas vrai قاعد يزيد يتراكم ويتراكم على خاطر مادة كيميائية très toxique وماهيش biodégradable. السؤال اللي لازم نسألوه لرواحنا وين قاعد يمشي البلاستيك خاصة كي نعرفوا انه 9.2 مليار طن من البلاستيك تلوح في العالم في 70 سنة اللي فاتوا منهم 10% كهو ترسكت 12% تحرق والباقي عايش معنا كان مش عايش فينا سلون دي ستاتيستيك عملوهم الأمم المتحدة 8 مليون طن من البلاستيك قاعد يتلوح كل عام في البحورات والمحيطات منهم البحر الأبيض المتوسط وهو اللي خلى 5 قارات كاملين من البلاستيك يتكونوا وكي نقول 5 قارات يعني قارة واحدة منهم برق كبرها 12 مرة كبر تونس واللي هي حاجة بالحق تخوف على الاخر وتأكد على ضرورة الوعي متاعنا بالمشكلة هذه اللي مهدتنا ومهد حياتنا وهذا ما حكيناش على الحيوانات اللي مساكن قاعدين يموتوا كل دقيقة وينقرضوا ويتعذبوا بسبب استعمالنا للبلاستيك نرجعوا لكمية البلاستيك اللي في البحورات اللي منها 253 كيلو بار سكوند يتفتفت بالشمس وبمرور الوقت ويولي دي بارتيكول صغار على الاخر اللي ياكلهم الحوت اللي قاعدين ناكلوا فيه احنا معناها احنا هوني قاعدين نسمو في رواحنا بيدينا ومادام الحاجة هذي نعملو فيها بيدينا الحل متاعها زادا موجود بيدينا الحل هو لازمنا نتعلمو نثمنو البلاستيك اللي ديجا بخطبيه ونعاودو نستعملو قد ما نجمو ولا نرسخو وزادا لازمنا نشوفو بديل للبلاستيك ونخيرو استعماله في حياتنا اليومية وكان تحبوا تزيدوا تعرفوا أكثر تفاصيل على موضوع التلوث البلاستيكي أتوج أسوسياسيون دي تونيزيان دي غراندز إيكول بشراكة مع مجموعة صفر نفايات اللي متكونة من أشخاص وجمعيات وشركات وخبراء ينشطوا في المجال البيئي نظموا أن ويبينار بمناسبة اليوم العالمي للأرض باش نتناقشوا ونطرحوا فيه الحلول والابتكارات الموجودة في تونس وفي العالم للحد من المشكل هذا كي تعمل انسكريبسيون ليفينمون هذا عندك ان اكسي لي دو كونفرنس اللي باش يصيروا نهار 22 افري ا بارتير دو 12 وعندك زيدا ان اكسي لان فيلم دوكيومونتير تري انتريسون اسمه بلاستيك اوشن